لما نيجي نتكلم عن مسرح السلام اللي في اسكندرية، هنقول ان اول العلامات له ان هو بيعد شاهد حضاري وفني، بل ويعد احد الملامح الفنية لمدينة الاسكندرية. الحقيقة المسرح عامل زي ما يكون ايه، يعني ملوش ظهر يحميه. هو اول هذه الملامح انه المسرح ما كملش 100 سنة. المسرح السلام ده اتبنى تقريبا في الستينات، لكنه يظل شاهد على نهضة فنية ومسرحية، وعرضت عليه اهم الفرق زي الفنانين المتحدين، زي اهم المسرحيات زي ريا وسكينة، زي عادل امام، يعني شخصيات فنية بارزة جدا قدمت عليه عروض مسرحية مهمة، ويعد علم واثر، يعد اثر، ولكنه رسميا وروتينيا وورقيا لا يحسبونه أثر. نلاقي المهندس محمد أبو سعد اللي هو رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يقول إن مبنى السلام اللي في اسكندرية ده مش مسجل ضمن المباني التراثية اللي هي تابعة للتنسيق الحضاري. نلاقي وزارة الآثار أيضا بتنفض إيديها عن هذه المسؤولية. الحقيقة إحنا بنحزن جدا، لأن دول أوروبا والدول المتقدمة جدا بتبقى معنية أو بتحترم أوي هذه المباني الأثرية اللي هي تعتبر سجل تاريخي في سياق ما نحن فيه، يعني في أمس الحاجة إلى يعني ازدياد ومضاعفة عدد دور السينما والمسارح، ها، في ظل ما نطالب به بتجديد الخطاب الثقافي وتجديد الخطاب الديني وما إلى ذلك. أمال كيف سينتشر التنوير؟